طبعا تجربة يونغ ما بيها خطوات أدوات وتجربة، لكن هي من الرسم أنت راح تعرف شنو اللي يصير. إذا إيش أخذ يونغ؟ أخذ مصدر أحادي الطول الموجي، يعني لون واحد فقط، لون واحد، يعني مثلا أحمر أو أزرق أو أخضر، هنا لون واحد، يعني مو هذا الضوء الاعتياد اللي موجود عندنا بالبيوت، هذا إذا نخليه بالموشور ويتحلل إلى سبع، هذا بي سبع ألوان، أما هنا اللون اللي أخذه لون واحد. إيش وضع قدام هذا اللوح، قدام هذا المصدر؟ وضع حاجز بشق، طبعا الشق هنا مو ثقب، اكو مره عندي كرتونه اثقبها، ومره اجي بسكينه او بموس اجرحها بحيث يصير عندي شق. هذا اللي موجود قدام المصدر هو شق، يعني شق خلينا نقول عليه صاير مستطيل، او مثلا مسويه بدمبوس مهل قد ما هو يكون هنا، يعني المسافه مالته حيل صغيره جدا صغيره جدا. هذا يعتبرنا المصدر الأول. مباشرة بعد هاي الشقين، بعد هذا الشق أكو أيضا حاجز، إذا الرسم يكون واضح، هذا الحاجز يحتوي على شقين، هذا الشق الأول، هذا خلينا نسميه S، هذا الشق الأول وهذا الشق الثاني. هاي صارت كم شغلة أكو بالتجربة؟ ثلاث شغلات: مصدر أحادي الطول الموجي، وحاجز ذو شق ضيق، وحاجز يحتوي على شقين، والحاجة الأخيرة هنا مخش خطأ، هنا هذه شاشة. طبعا اولا قبل يعني ما نبدي، اولا الشاشة هي هم حاجز لكن تبعد عن الشقين مسافة L وتقاس بالامتار، يعني هاي الشاشة تبعد عن الشقين امتار، على بعد امتار مو قريبة عنها. هذا واحد، المسافة بين الشقين، هذه المسافة بين الشقين من هنا لهنا يسموها D، وهاي المسافة تكون أجزاء المتر، أجزاء المتر يعني بالمليمتر، يعني المسافة بين D وبين S1 وS2 مسافة صغيرة جدا، مسافة صغيرة جدا، يعني إذا نقارنها بين الـ L والـ D راح تكون الـ L أكبر بكثير من D، كبيرة جدا، يعني هاي بالأمتار هاي بالمليمتر، وكل ما تصغر بالـ D كل ما تكون التجربة أوضح، وهسه نجي نعرف ليش تكون أوضح. سوى هسه يونغ حتى أعرف او بعدين نتعرف ايش سوينا بالتجربه، عندما اضاء المصدر الاحادي هنا راح تتوزع من 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 هذا الشق، راح تظهر عندي موجات اسطوانيه، موجات بشكل اسطواني، يعني اذا شيء احنا دمبوها على هالشكل، هاي عباره عن اسطوانه. عبارة عن أسطوانة. اثنين، رح يوصل الضوء وين؟ رح يوصل الضوء للمصدرين. هذا أولا أحادي، يعني بيطول موجي واحد، أحادي الطول الموجي يعني طول موجي واحد، ماكو أكثر، يعني هذا ما خلاني ضوء اعتيادي، ضوء أبيض، ضوء الشمعة، ضوء المصباح اللي موجود عندنا بالبيوت، هذا ضوء أحادي يعني يمتلك طول موجي واحد. هذه اذا تلاحظوا هاي الموجات اللي كونها، بما انه
جاية من طول موج واحد. هذا طبعا ما مذكور بالكتاب، لكن حتى تعرف ليش هذني أصبحا متفقات بالطور، ليش هاي الشقين، هاي شقين خطوط رفيعة، ليش أصبحا مصادر تبعث الموجات يعني موجات متشاكية. هو طول موج واحد، مين إجال التشاكه؟ هذه من راح توصل هاي الموجات، من راح توصل هاي يسموها هاي النقاط اللي هنا الموجودة، هاي يسموها جبهة الموجة. إذا يرجع الطالب وياي الصف الرابع العلمي تحديدا، أكو موضوع أخذ مبدأ هايجنز، مبدأ هيوجن هالشكل بالفصل السادس، أكو عندنا موضوع يسموه جبهة الموجة، الضوء المصدر الضوئي يبعث موجات بشكل دوائر، نهاية هاي الموجة، نهاية هاي الدوائر أو النهاية القريبة للموجة يعني النهاية الخارجية للموجة يسموها جبهة الموجة. شنو جبهة الموجة؟ هاي جبهة الموجة كل الأجزاء اللي بيها، كل الذرات اللي تحتويها، هي مو ذرات، جسيمات اللي موجودة متفقة بالطور، يعني هذه بطور واحد، يعني هاي الجزيئة الموجودة هنا أو هذا الفوتون، هاي الفوتونات كلها نفس الطور، يعني من توصل للمصدر راح توصل بطور واحد. ولهذا السبب من راح تنتشر الموجات من المصدر الأول والمصدر الثاني راح تنتشر بنفس الطور، يعني نقدر نسميها، نقدر نسميها موجات متشاكهة. شوفوا هاي التداخل، هاي النقاط التقاطعات، هاي كلها نقاط تداخل. زين، اني بكيف هيجي هاي الشقين ارسمهن وين ما كان؟ لو يعني اكو حدود، يعني اكو حدود معينة حتى تظهر هاي الحالة، حالة التداخل؟ لا، المصدر يعني الشق الاول اللي صار عبارة عن مصدر أول يبعد مسافة عن هذا عن الشق الواحد نفس المسافة اللي يبعدها الشق الثاني، يعني المسافة من S إلى S1 تساوي المسافة من S إلى S2. يا الله تظهر عندي أهداب التداخل. زين، النتيجة وين هاي النتيجة؟ شو راح يصير؟ عد النتيجة شنو؟ راح تظهر على الشاشة، هاي الشاشة هاي حاجز، ايضا حاجز، شلون هذا حائط؟ طبعا هذه التجربه تقدر تسويها على حائط، تقدر تسويها على يعني فد عارضه، وتظهر وتحصل من عندها على اهداب تداخل واضحه وبشرط معين هسه راح نذكره. الشغله اللي راح الاحظها، راح تظهر عندي مناطق مضيئه ومناطق مظلمه على الشاشة. إذا كانت أبعاد الشقين عن الشق الواحد صحيحة متساوية والمصدر أحادي الطول الموجي، شوفوا الشروط، باع الشروط حتى تصير عندي تجربة يوم كاملة. أولا عندي مصدر أحادي الطول الموجي يعني بيلون واحد، اثنين عندي شقين المسافة بيناتهم صغيرة جدا والمسافة بين الشق الأول والمصدر تساوي المسافة بين الشق الأول والشق الثاني. بعدها راح تظهر أهداب التداخل. أول شغلة راح ألاحظ الهدب المركزي اللي شلون أميزه هذا الهدب المركزي؟ هذا أولاً الهدب المركزي المرتبة مالته الأم تساوي صفر، يعني وين صاير؟ صاير بالمركز، ولهذا يسموه المركزي. راح استخدم شوي يعني من هاي اذا تسمحوا لي، هذا يسموه الهدب المركزي. حتى ترسمه رسم صحيح وانطيك اني بالوزاري او المصححين اللي موجودين يصححون بالوزاري درجة كاملة، هذا الهدب المركزي يكون بالضبط مقابل الشق الأول، مقابل هذا. لاحظ الهدب المركزي واللي دائما يكون شنو
مضيء وبنفس لون الضوء المستخدم. حلو. هذه الكلمة هذا بها معنى، بها معنى أو أحصل من هذه الكلمة الفائدة العملية من التجربة. إيش استفاد من التجربة؟ شنو هذا كلامي؟ أولا مضيء، واثنين يكون بنفس لون الضوء المستخدم. يعني إذا الضوء المستخدم هنا أحمر يعني هذا راح يطلع أحمر. إذا الضوء المستخدم الضوء الأحادي المستخدم لونه أزرق راح تطلع هنا الهدوء المركزي زرقاء اللون. واضح؟ هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية هدوء مركزي مضيء، بعده يجي مظلم. هذا هنا راح يكون مظلم أول. هسه ورا هسه أنا راح أعتبر نفسي دا أستخدم يعني خال هنا مصدر أزرق حتى تصير عندنا شغلة حلوة وواضحة. بعد المظلم الأول مضيء. هسه تقول لي ثاني، أقول لك غلط. الهدوء المركزي ما محسوب من ويا الرتب الهدوء صفر مركز الأم مالته الأم هنا صفر. فهذا مضيء أول. وطبعا ومنا أنا هم نفس الشيء، منا مظلم أول منا أنا مظلم أول. وراها يجي هنا عندي مضيء أول. كل ما تبتعد كل ما تزيد رتبة الهدوء. يعني ورا هذا المظلم الأول راح يجي مضيء مظلم ثاني، وراها مضيء ثاني. هنا أنا جوا مضيء أول وراها مظلم ثاني، يعني أكون مظلم أول مظلم ثاني مضيء ثاني. وهالشكل تجربة خلصت. إيش صار؟ إيش صار عندي أنا هسه؟ هنا أنا صارت عندي أهداب على الشاشة، أهداب مضيئة وأهداب مظلمة. يعني من صار عندي هنا هدب مضيء أول، يعني الدلتا L بهاي اللحظة، باللحظة اللي هي دلتا، يعني باللحظة اللي يكون بها مضيء أول، الدلتا L راح يساوي واحد لمدا على اعتبار الأم هناك واحد. فهنا بما معناه قل لي فرق المسار البصري يساوي الطول الموجي. زاوية فرق الطور ايش قد راح تطلع باعتقادك؟ شنو الاعداد اللي راح تتوقعها تطلع؟ اما تطلع صفر او اثنين باي او اربعة باي او ستة باي، اعداد زوجية او صفر. هذا اللي اعرفه اني. من يطلع مظلم اول يعني هنا من اجي اطبق دلتا ال راح يصير واحد زائد نص واحد ونص لندا، يعني ثلاثة على اثنين لندا. هذا معناته. ومن راح اجي احسب زاوية فرق الطور ايش راح القاها؟ راح القاها اعداد فردية من باي. لو ألقاها باي، لو ألقاها 3 باي، لو ألقاها 5 باي إلى آخره. هسه راح نجي نعرف الفائدة. طبعا سؤال وزاري، سؤال وزاري اليوم أنا ولا سؤال وزاري أتذكر السنة مالته، لكن أنا هذا يعني شايفة بالوزاري. ما الفائدة؟ ما الفائدة العملية من تجربة شقي يونغ العالم الإنجليزي تومسون يونغ أو توماس يونغ؟ أول فائدة أنا هنا إيش سويت؟ خليت ضوء أحادي الطول الموجي. يعني إذا أكو ضوء ما أعرف إيش قد طول الموجي، مثلاً لون خلينا نقول السمائي أو اللون يعني لون هاي التركواز، هاي الألوان اللي ما معروف إيش قد أطوال الموجية. إذن أولاً حساب الطول الموجي للضوء المستعمل في التجربة. إذا ما أعرف طول الموجي بالتجربة أقدر أعرفه عن طريق تجربة يونغ. هذا واحد. اثنين ما راح أكتبها. اثنين راح نشرحها وبعدين نكتبها. إذا تلاحظ
على الشاشة إيش ظهر عندي؟ ظهرت عندي نقطة مضيئة وعندي ظهرت نقطة مظلمة وعندي هدب مركزي. قلنا دائما الهدب المركزي مضيء. وليش مضيء؟ لأنه هنا صاير مقابيل الشق الأول، صاير مقابيل الشق الأول ويكون مضيء. لكن هذا المضيء الهدب المركزي المضيء المركزي هو مو اكو قدامه حاجز، قدامه حاجز لو لا قدامه شقين، هاي الحاجز اللي بشقين. اذا يعني بما معناه مو لازم هنا تطلع منطقه مؤتمه، ظل راح يتكون، ظل راح يتكون ظل الحاجز، هنا لازم تطلع منطقه مؤتمه. ليش طلعت منطقه مضيئه؟ هذا السؤال يعني ما موجود، موجودة فكرة. النقطة الثانية موجودة بالكتاب برأس السطر مال الموضوع، لكن ما موضحها بشكل يعني، واعتقد يعني مهمة تتوضح للطالب. بما أن المضيء المركزي، وهذا المضيء المركزي مقابل الشق الأول، إذا راح يطلع مضيء، مع العلم أنه بين الشق الأول بين المصدر وبين الهدب المركزي اكو شق، اكو حاجز، لازم تطلع هنا عندي شنو؟ لازم تطلع عندي منطقة مظلمة. ليش طلعت منطقة مضيئة؟ هذا دليل. ايش صار؟ يأكد طبعا هو الدليل اللي صار او الشغلة اللي صارت انه الضوء من وصل للنقطتين او للمصدرين او للشقين الضيقين هنا اتخذ مسارات، هذا المسار الاول، هذا المسار الثاني، هذا المركزي. يعني الضوء حاد عن مساره، من اللي خلاه يحيد؟ هاي الشقين يعني انحرف عن مساره. زين، ظاهره الحيود احنا ان شاء الله يعني احتمال الدرس الجاي ناخذها. ظاهرة الحيود هي خاصة من خواص أو يعني صفة من الصفات الموجية للضوء، صفة أيضا صفة من الصفات الموجية للضوء، حيود الضوء. إذن الفائدة العملية من تجربة شقي يونغ هنا شنو؟ هنا أكد أن للضوء صفة موجية. شلون أستاذ أكد أن صفة موجية يونغ؟ الضوء هنا حاد عن مساره، الضوء حاد عن مساره، وبالتالي احنا المفروض من نجي نشوف الهدب المركزي قدامه حاجز وقدام الحاجز اكو مصدر، لازم الهدب المركزي يكون مظلم. هنا طلع مضيء، تدري ليش؟ لانه هنا الضوء حاد عن مساره. اذا تجي تشوف المسافه، المسافه بين المصدر الاول والهدب المركزي راح تشاهدها تساوي المسافه، تساوي المسافة بين المصدر الثاني والهدب المركزي، يعني L1 تساوي L2، يعني دلتا L شقد؟ إذا L1 تساوي L2 يعني دلتا L شقد راح تساوي؟ دلتا L قانونها L2 ناقص L1. بما أن L1 تساوي L2 إذن دلتا L صفر. تعال بالله وياي، إذا دلتا L، إذا دلتا L كل قيمتها صفر، عندما يكون فرق المسار البصري صفرا، يعني هذا دلتا L عوضته بصفر، صفرا، يا نوع من أنواع التداخل راح يصير، تداخل البناء. يعني شلون يطلع الهدب بيا شكل مضيء؟ عرفت ليش؟ إذا هنا لأنه المسافة بين المصدرين، طول المسار البصري من المصدر الأول إلى الهدب المركزي تساوي المسافة أو طول المسار البصري من المصدر الثاني إلى المصدر الأول، فبالتالي فرق المسار البصري عند الهدب المركزي يساوي صفر. إذن يظهر الهدب المركزي بلون نفس لون المصدر المستعمل، يعني دائما مضيء. إذن عرفت أولا صفر، فرق المسار بين المصدر الأول والمصدر الثاني عند الهدب المركزي صفر ويطلع مضيء. والفائدة الثانية إذن
بيان الطبيعة الموجية للضوء. شلون بالله بين لي اياها عيني هذا يونك؟ بين لي اياها من التداخل اللي صار والحيود. أنا هذا تداخل عرفناه بالله بين الموجتين، بين مصدرين يعني اصبحن اثنيناتهم نفس الطور ونفس السعه، اثنيناتهم مصادر متشاكيه تعتبر، صارت عندي تداخلات بناءه واتلافيه. وشلون عرفت البناءه واتلافيه؟ ظهرت على الشاشه مناطق مضيئه بناءه ومناطق مظلمه، هذا الاتلافي. والنوع الثاني من انواع الظواهر الضوئيه صار عندي الحيود. حاد الضوء، لان ونان الضوء اكو بين الضوء والشاشه حاجز، وظهر عندي المركزي مضيء، اذا بسبب الحيود. فاذا طبعا اذا نرجع عرفنا الفائده العمليه من تجربه يونغ، هي اولا حساب الطول الموجي للضوء المستعمل اذا كان مجهول، واثنين اكد لنا تجربته الطبيعه الموجيه للضوء المستعمل. هسه الان راح نجي نحسب بعد الهدب اللي يتكون بتجربه يونغ عن الهدب المركزي. هاي المسافه واي اللي هي بعد الهدب المركزي عن الهدب المضيء او المظلم عن الهدب المركزي. اذا نجي على اعتبار انه هذا المصدر S1 وهذا المصدر S2، طبعا البعد بيناتهم D، البعد بين الشقين والشاشه L، والمصدر الاول يبعث موجه طولها L و L1، والمصدر الثاني يبعث موجه طولها L2. اذا نجي نلاحظ، اذا نقطع هذا بس خط عمودي، راح نلاحظ المسافة من الاسوان الى البي تساوي المسافة من هذا النقطة الى بي. يعني هذا المصدر الثاني دا يقطع مسار اضافي اكثر من المسار الاول. هاي مقدار المسار راح اسميه دلتا ال. طبعا ومن هذا المثلث الاحمر، طبعا هاي ال نفس هذه وهذه واي وهذه ثيتا، هذا المثلث يشبه هذا المثلث اللي هسه موجود بالازرق، اذا هذه ايضا تعتبر ثيتا. هذا مثلث قائم الوتر، قائم الوتر يعني مثلث قائم الزاويه، الوتر مالته دي والمقابل الزاويه دلتا ال. الزاويه او الداله الرياضيه داله الساين، ساين ثيتا تساوي لي المقابل على الوتر، هاي معروفه، والمقابل للزاويه هو الدلتا ال، هذا واحد، والوتر هو دي. اذا ضربت الطرفين بالوسطين هذا مقام واحد، دلتا ال ايش راح تساوي؟ دي ساين ثيتا. ومن هذا للتداخل البناء، للتداخل البناء راح الاحظ بمكان دلتا ال كان قانونها ام لامدا ساون دي ساين ثيتا، هذا واحد. هسه ايش اريد انا؟ هذا تداخل بناء، يعني الهدب اللي دا يطلع عند النقطة بي شنو؟ هدب مضيء. اريد احسب بعد الهدب المضيء عن الهدب المركزي، اجي لهاي العلاقة ساين ثيتا، هاي الثيتا اجي هاي نفس هذه، فاجي هذا المثلث الكبير الاحمر ايش بي معلوم؟ بي الوتر معلوم والمجاور، بي الوتر والمجاور، زين ساين ثيتا هذا مقابل على وتر، عفوا ساين ثيتا هو احنا نعرف الساين ثيتا هو المقابل على الوتر، انا الوتر ما عندي. يقولون اهل الرياضيات بالزوايا الصغيره
يكون إذا كانت الزاوية مثل هاي صغيرة، هذين الزوايا صغيرة، راح يكون ساين ثيتا يكافئ تان ثيتا. يعني أنا وتر ما عندي بهاي العلاقة، عندي مقابل ومجاور، فأنا شو هستخدم؟ راح أقول مكان الساين ثيتا شو راح أخلي تان ثيتا، يعني راح يصير كأنما هالشكل دي دي تان ثيتا. ومن المثلث الأحمر هلاحظ التان شو يساوي للمقابل على المجاور، يعني واي على ار، يعني ام لامدا يساوي دي في واي على ال. من هاي العلاقة واي بعد الهدب، انا ايش دا استخدم يا قانون هذا مال يا هدب المضي له المظلم، هذا المضي، فبعد الهدب المضي عن المركزي ايش راح يساوي لي؟ طرفين في وسطين، يصير عندي هذا هنا كأنما واحد ام لامدا ال على دي. يعني اذا اريد اعرف البعد الهدب المركزي الاول او الثاني او الثالث حسب هذه طبعا رتبة الهدب، الام رتبة الهدب، يعني شو يقول لي؟ يعني المضي الثالث يعني اجي اعوض عن ام بثلاثة، المضي الرابع يعني اجي اعوض عن ام باربعة، وهكذا في الطول الموجي في بعد الشاشة عن الشقين على البعد بين الشقين. دائما بابا يعني فاتني انه انبهك، دائما بهذا الحال دائما اريدك تنتبه الى الوحدات، الدي وحدة، الدي هي المسافة صغيرة جدا بين S1 و S2، فدائما ما حيعطيك اياها بالامتار، راح يعطيك اياها بالمليمتر او الاجزاء الاصغر، فانت دائما وهاي الشاشة عندك بالامتار، فانت اريدك تنسق بين الوحدات، لان مستحيل الحل يطلع صحيح اذا تعوف الوحدات مثل ما هي، اذا كانت هاي بالمليمتر وهاي بالمتر، يا اما تحول هاي للمتر او تحول الامتار الى بحيث تكون الوحدة متناسقة. واضح؟ هذا بالنسبة للهدب المضي، ايش قد يبعد عن الهدب المركزي. بالنسبة للهدب المظلم، ام زائد نصف لامدا يساوي لي دلتا ال، مو صحيح؟ هذا قانوني اخذته. هسه ايش راح اجي اعوض عن هذا القانون؟ بما ان دلتا ال يساوي دي ساين ثيتا، وقلت انا شلت الساين ثيتا عوضت بمكانها تان ثيتا، ليش؟ لان الزاويه صغيره جدا، لان الزاويه صغيره جدا طبعا بحدود 5 الى 7 درجات. فايش راح يصير بالنسبه؟ راح اعوض بمكان اذا افترضتها معادله واحد وهي اثنين، هاي معادله واحد وهي معادله اثنين، راح اعوض واحد باثنين، كل دلتا اعوض عنها هذا المقدار، ام زائد نصف لامدا يساوي لي دي، وبمكان التان ثيتا راح ايش اعوض؟ واي على ال. ايضا الواي ايش راح يساوي لي؟ ام زائد نصف لامدا ال على دي، لامدا ال على دي. هذا شنو؟ هذا بعد الهدب المظلم عن المركزي. اذا صار عندي بهاي العلاقات اقدر احسب اولا او احدد اولا الهدب مضيء او مظلم عن طريق اما فرق المسار البصري، وقلنا اذا كان فرق المسار البصري اعداد صفر او اعداد صحيحة من لمدة فرق المسار البصري، يعني هذا راح يسوي لي تداخل بناء، او عن طريق زاوية فرق التطور اذا كانت صفر او اعداد زوجية من باي راح يكون التداخل بناء. وجيت على التداخل المظلم، قلت اذا كان فرق المسار البصري اعداد فردية من نصف الطول الموجي راح يكون التداخل اتلافي. نفس الوقت قلت زاوية فرق التطور اذا تكون اعداد صحيحة من باي، عفوا اعداد فردية من باي، ايضا راح يكون التداخل اتلافي. وتحولت الى تجربة يونك وعرفت ايش قد يبعد هذا الهدب اللي انا عرفت مضيء لو مظلم بهاي النقطة، ايش قد يبعد عن الهدب المركزي،
طبعا عندي حسابات هاي ان شاء الله هسه يعني وقت ما بقى ان شاء الله الدرس الجاي او المحاضرة الجاية راح نتوسع بها وبالتفصيل. بهذا القانون حسبت بعد الهدب المضيء عن الهدب المركزي، يعني المضيء الاول او المضيء هذا يعتمد على رتبة الهدب، وكذلك حسبت بعد الاشتقاق طلعت قانون بعد الهدب المظلم عن من؟ عن المركزي. بهاي القوانين حصلت على بعد الهدب المضيء عن المركزي والمظلم عن المركزي. في نهاية هذه الحلقة أحب أذكر إن شاء الله تكون المحاضرة الجاية هي تكملة، هو الموضوع لحد هسه ما خلص، إن شاء الله المحاضرة الجاية راح نكمل باقي أجزاء هذا الموضوع وناخذ أمثلة موسعة عن الموضوع حتى تصير عندك فكرة واسعة. وفي نهاية الحلقة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.